كما تباينت آراء المواطنين حول الاستفتاء الشعبي بخصوص استقلال إقليم كردستان والانفصال عن العراق بعد أن قررت الأحزاب الكردية أن تجري الاستفتاء في شهر أيلول المقبل. هسه بوقت الحاضر الانفصال لا شيء، يعني ما أعتقد ينجح الانفصال، لازم أكون هناك تهيئات بالنسبة لأجواء الإقليم. إحنا هسه حرب ويا داعش ما خلصنا، الحرب داعش طابين بالحويجة. وكو كرديك، كمواطن كردي من كركوك أريد أن أرى هذا الحلم قد تحقق. لقد كنا نحلم بدولة كردية مستقلة منذ سنوات، وسوف أشارك بفخر في الاستفتاء للحصول على كردستان مستقلة، وأمل أن يكون حقيقيا في هذا الوقت وليس مجرد وعود. ما نفضل احنا انفصال كركوك عن العراق ولا انفصال اقليم كردستان، وتعتبر يعني دوله موحده، يعني دوله واحده. لا، نفضل احنا نكون عراق واحد حتى نقدر نصد الاعداء ونكون يد واحده ضد الهجمات اللي تحدث على العراق الموحد. انها ابسط حقوقنا لاعلان الدوله الكرديه، واحنا من اهالي كركوك نؤيد هذا القرار، وفي الانتخابات سنكون اول حاضرين لاداء باصواتنا لكي يكون لوطننا الأكراد علما خاصا في الأمم المتحدة.